من وهو صغير عمرو طليحي غاوي صيد بالشبك، حتى لما تعين في شركة بترول وبقى موظف ما سابش الصيد، حوله من شغلانة لهواية بيمارسها في الأجازة مع أصحابه. طليحي زي ما غاوي صيد بالشبك في البحر، غاوي غنى مع فرقة شباب البحر. دلوقتي انا عايز اعرف منكم انتوا اتكونتوا ازاي؟ كلنا اصولنا من غارب ومولدين هنا في غارب، وكلنا في الاصل يعني جرايب واخوات واصحاب، واسامه ده جاري وعمر برضو جاري وحماده، وده احمد اخويا، يعني كل الشباب الموجودين، محمد، وابو محمد اصلا كان معاه فرقه واحنا صغيرين كنا بنشوفه اصلا وهو بيعزف سمسميه. انتوا اتكونتوا سنه كام تقريبا؟ 2009 بدانا، عملنا اول حفله لينا كانت في نادي العاملين، وبعد كده لقينا الناس بدات يعني تشجع الفرقه ومبسوطه بيها، فقررنا ان احنا نستمر، واطلقنا اسم فرقه شباب البحر على الموضوع، على اساس ان كلهم يعني من البحر الاحمر، اساسا احنا مقدم التراث بتاعنا وبتاع البحر الاحمر. طب انا عايز اعرف بس معظمكم شغال ايه؟ احنا معظمنا شغال في شركات بترول. وجات لك منين فكره شباب البحر تنضم ازاي بقى؟ طلعنا لقينا خلانا وابهاتنا وجدودنا بيدقوا سمسميه، فاحنا كنا من واحنا صغيرين بنقعد معاهم ووسطيهم، ف يعني نشأنا معاها. ايه الفرق ما بين الاغاني اللي بتغنوها هنا في الفريق شباب البحر والاغاني اللي بتغنيها الفرق السمسميه الثانيه في اسماعيليه والسويس وبورسعيد؟ ما هي يعني هي كل منطقه ليها لون. احنا لوننا ان احنا نشأنا عليه وحفظناه وعرفناه، وهو اللون اللي احنا بنغنيه دلوقتي ده، اللي هو ليه مسمى. لا ما هو ملوش مسمى، هو التراث بتاعنا احنا، تراث بتاع غارب، اغاني التراثيه بتاعتنا. بس ممكن عمرو مثلا تخطر له فكره حلوه يقول لي مثلا عايزين نعمل كده، نحاول نالف عليها كلام، نعمل لحن واحنا قاعدين مع بعض، يعني كل حاجه برضو احنا اللي بنعملها، فاهمني؟ هذا حطب انت الايقاع. في ايقاعات كتير بتستخدمها خاصه باغاني البحر. طبعا بتختلف، في بنشتغل على الريتم المقسوم سمسميه، وفي شغل المقسوم ده الريتم المصري الشهير الشهير اللي كلنا بنحبه. الشهير، وفي الشغل اللي هو لون، احنا بحكم شغلنا في على آلة السمسميه الشغل اليمبعاوي. وبرضه بنشتغل برضه شغل سويسي واسماعيليه. ليه السمسميه كلها بتكمل بعض؟ يعني بعاود دي كلمه جايه منين اصلا؟ جايه من ينبع، ينبع. هو السعوديه. هم برضه ليهم شغلهم بطريقتهم، واحنا كمصر برضه لينا شغلنا، سينا والبحر الاحمر والغردقه والقصير وسفاجه، دول بيمشوا في لون واحد من الغنى اللي هو الشغل الينبعاوي. احمد راوي، انت لابس ايه؟ انا لابس محزم. اسمه ايه؟ محزم. محزم، محزم ده خاص بالصيادين. بيلبسوه الصيادين في البحر عشان خاطر معامله المياه المالحه بتبقى صعبه، مفيش مياه حلوه، فبيبقى المحزم ده هو اللي هو لافف على الجسم. لافف على الجسم، مش بنطلون. مش بنطلون، عشان يديله حريه اكتر، عشان يعرف يتحرك يعني، ينشف الملابس اسرع. يعني طبعا احنا برضه تواصلنا يعني، وان احنا كل تعاملنا مع البحر وبتاع، وخدناه يعني اللي هو زي رسمي للفرقه، يعني ان احنا لما بنقعد زي كده على البحر ولا بتاع بنلبسه يعني. دايما يا احمد عندكم رقصات مصاحبه للغنى بتاعكم؟
في انواع منها الرقصات دي يعني ليها مسميات ليها انواع ولا هي رقصه واحده؟ لا في اسامي طبعا وكل حاجه ليها لونها. يعني عندنا مثلا رقص البحري عندنا رقص البنبطيه عندنا رقص بقى بيمثل حياه الصياد في الميه. يا خلي صنع عهدي واحفظ وداد قلبي يا خلي صنع عهدي واحفظ وداد قلبي وكيد عزالي واللي جرح قلبي وكيد عزالي حبيبي اللي جرح قلبي رايح رايح مع الاشواق ومودع العشاق رايح مع الاشواق ومودع العشاق فيها انواع. في الكف البحري في مثلا الكف برضه الينبعاوي الفن الينبعاوي ليه كف معين ليه دقه معينه في الكف السويسي السويسي ليه كف معين برضه بالظبط بيدق هتلاقي يعني معظم الانواع ديت احنا بنأديها يعني انا ممكن اسمعك مثلا كف البحري ماشي مثلا اول ناس تغنوا في راس غارب ولا كان في مطربين سبقوكم؟ لا لا طبعا لا ده في ناس من زمان خالص هم اللي علمونا هم علمونا المجال واتفرجنا عليهم زي سعيد سجانة شراك بقاص الفنان جمعة السيد برضو كان هو برضو من الجيل ده اتعلمنا برضو منه الاغاني وسمعناها كتير في علي السلال الناس دي كلها ناس يعني دلوقتي عواجيز بس يعني احنا طلعنا شفناهم وهم اتعلمنا منهم ناس قبلهم اكيد ايوه طبعا ما هي مستمره عم جمعه قول لي انت من تقريبا اقدم واحد في اللي موجودين كانوا بيغنوا هنا في راس غارب قبل الفرقه دي صح كده بدات ازاي اصلا كنت بتغني فين وبتعمل ايه انا اساسا يعني كنت لسه في الاعداد وكده فتعلمت السنسنيه هي السته اول حاجه في السنسنيه الثانيه كانت 14 مطر وكده يعني تمام فبتبتدي اعمل اعداد كده انا واصحابي كده اعداد حظ اعداد حظ صغيره كده يعني حنا هنا كده انت عملت فرقه؟ عملت فرقه كان ليها اسم؟ هو اول حاجه كان في فرقه اسمها الامل دي اول حاجه بعد كده فرقه ثانيه كان اسمها الاصدقاء طب وما كملتوش ليه؟ لا احنا ما كملناش عشان انا بعد كده يعني اتكات المجال الفراشه وكده فراشة الأفراح والحاجات دي وتشتغل بعد كده وكده يعني